مرحبا بقناة تاليا ودانيا. اليوم رح نصنع بوكلة. رح نحتاج لبوكلة وفراشة وصوف. رح أعمل علشان تعملوا هادي لازم تلفوا على أصابعكم الثلاثة هيك. بتضلكم تلفوا للحجم اللي بدكم إياه. بعدين باخذ السيليكون بلزق شوي على الفراشة. وبعدين بلزقه على الشكلة. بعدين رح اخذ السيليكون مرة ثانية واحط وراه شوية سيليكون. بعدين رح الزقه على البوكلة. انتبهوا علشان ما تنحرقوا. وهي بنكون خلصنا. بشوفكم بفيديو جديد. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا